الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اليوم باذن الله سنتكلم عن المطلق والمقيد واختلاف العلماء في حمل المطلق على المقيد واثر ذلك في المسائل الفقهيه. المطلق هو اخوه لدرس الاصول العام الماضي المطلق هو جيد في تعريف ثاني مفيش اي تعريف ثاني مفيش اي حد مستحضر اي تعريف ثاني ما جاء عليه اريد المطلق نفس التعريف والمقيد مثلا المطلق هو ما دل على شائع في جنسه شائع يعني ايه يعني غير مقيد بوصف معين شائع في جنسه قول الله تعالى فتحرير رقبه لم يقيدها بوصف لم يقل مؤمنه ولا كافره فتحرير رقبه رقبة سواء سوداء بيضاء بالغة غير بالغة مسلمة كافرة هذا إطلاق فتحرير رقبة أو كقول القائل مثلا أكرم طالبا الفصل فيه 50 طالب وقال أكرم طالبا من يكرمه يا ترى محمد أم زيد أم أحمد أم عمرو ها ما في قليل أي واحد شائع في جنسه المهم أن هو يكون طالب يطلق عليه أن هو طالب فقط أكرم طالبا فأكرم طالبا الفصل فيه 50 طالب فتكرم طالب من هؤلاء الطلبة أما المقيد هو ما لا يدل على شائع في جنسه ليس بشائع بل هو مقيد بوقت مضبوط بضابط لابد أن يعني لا يجزئ إلا هو فقول الله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة فهنا قيد بالمؤمنة يبقى لا يجوز الكافرة لا يجوز أهل الكتاب لا يجزئ إذا قال مؤمنا فقد قيد بوصف فهذا ما يدل على جنسه ليس شائع في جنسه يعني هو مقيد بقيود لا يرجع غيره كقولك أيضا أكرم طالبا مجدا فهنا قيدها بإيش؟ بالاجتهاد الجزية فغير المجد لو فيه 50 طالب 40 منهم متساهلين وعشرة فيهم الاجتهاد فأكثرهم اجتهادا هو الذي سنكرمه فده اسمه تقييم احوال المطلق والمقيد اربعه احوال احد يذكرنا من اربعه احوال شوف محمد كده ما ينفعش اربعه احوال احوال المطلق والمقيد محمد اتحد او اتفق في الحكم والسبب اختلف في الحكم والسبب اتفق في الحكم دون السبب اتفق في السبب دون الحكم احسن اتفق في الحكم والسبب مثل قول الله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقولة الى اخر الايات والايه الاخرى قول الله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة اكمله أو دما أو لحم خنزير فانظروا إلى الآيتين الآية الأولى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير فالدم هنا مطلق ولا مقيد؟ مطلق قال حرمت عليكم الميتة والدم مطلق انظروا إلى الآية الأخرى قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما أكمله مسبوحا والدم المسبوح ده مقيد ولا مطلق؟ مقيد بإيش؟ بهذا الوصف مسبوح وايش هو الدم المسبوح؟ تعرفونه؟ الدم المسبوح هو المراق عن موضعه يعني لو الدم بيجري في هذا العرق
لو نزل من هذا العرق وانتقل الى الارض فلا يسمى دم مسفوح، هذا دم مسفوح هو دم الامراض الذي انتقل عن مكانه. فيكون الاول مطلق حرمت عليكم الميتة والدم، والثانية قل لا اجل فيما اوحى عليها محرما على طعام يطعمه الى ان يكون ميتة او دما مسفوحا. فالدم الاول مطلق والدم الثاني مقيد، فهل يحمل المطلق على المقيد؟ يعني نقول كل الدم حرام؟ لا، مش كل الدم حرام، بل نحمل المطلق على المقيد ونقول الدم المحرم فقط هو الدم المسفوح، ده محمل المطلق على المقيد. وهذا باتفاق الفقهاء اتفقوا على حمل المطلق على المقيد اذا اتفق في السبب واتفق في الحكم. ما هو السبب او ما هو الحكم؟ ايش الحكم؟ التحريم. والسبب الميتة ما تعرفش ليش حرمت؟ الضرر، للضرر، لما يسببه الضرر الميتة واللحم الخنزير والمنقودة كل هذه تسبب الضرر لأن فيها نجاسة. إذا بالاتفاق إذا اتفق في الحكم واتفق في السبب يحمل المطلق على المقيد. وهل هناك أدلة توضح لنا وتثبت لنا هذا الفهم الصحيح؟ نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عند ابن عمر وحديث صحيح لغيره أن ابن عمر قال أحلت لنا ميتتان وإيش؟ ودمان، فهناك دم يباح، يبقى ليس بالدم المسفوح قطعا لأن التحريم جاء بالدم المسفوح والدمان هما سبب الصحة. الأمر الثاني أو الحال الثاني من أحوال المطلق والمقيد أن يختلف في السبب وفي الحكم. فقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فامسحوا وجوهكم وأيديكم من المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وإلى آخر الآيات. وقول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا مقيد، فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والآية الثانية ها وهم هذا، فاقطعوا أيديهما ذا إطلاق، ما وصف اليد بشيء، ما قيد بشيء اليد، واليد تطلق من هنا إلى هنا للعظم يطلق على اليد. اذا السارق والسارقه تقطع اليد الى العظم مثلا، او تقطع الى المذبح، او تقطع الى الرجل. فالعلماء قالوا الان الايه الاولى جاءت مطلقه، ننظر في الايه الثانيه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، فهنا قيد اليد الى المرفق. فهل نقول بحمل المطلق على المقيد؟ يكون السارق الذي سرق ربع دينار يقطع يده الى المرفق ام لا؟ حملا للمطلق المقيد. اقول ننظر في السبب والحكم. الحكم الاول كان القتل والسبب السرق. الحكم الثاني كان الغسل، احسنتم، السبب اراده الصلاه. اذا قمت من الصلاه اراده الصلاه. اذا اختلف في الحكم، الحكم الاول قتل والحكم الثاني غسل، فاختلف في الحكم. انظر في السبب، السبب الاول السرقه والسبب الثاني اراده، فاختلف في السبب. فبالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، بالاتفاق لا يحمل المطلق على المقيد، ولا نقول بان اليد تقطع الى المرافق. لكن جاءتنا ادله اخرى تثبت القتل من الرزق من الكف، لان مثلا قطع من الكف والنصاف بربع دينار. هذه الحاله الثانيه. الحاله الثالثه من احوال المطلق والمقيد أن يتفق في السبب ويختلف في الحكم. يتفق في السبب، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. وقال الله جل في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. السبب الأول إيش؟ إرادة الصلاة والحكم الغسل. السبب الثاني إرادة الصلاة برضه صح؟ والحكم المسح يعني التيمم. فهل نحمل المطلق على المقيد ونقول إذا أراد أن يتيمم يمسح باليد إلى المذبح؟ قال به بعض العلماء، ولذلك حدث الخلاف بين العلماء في حمل المطلق على المقيد في ذلك. إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم هل نحمل المطلق على المقيد أم لا؟ صحيح الراجح أننا لا نحمل المطلق على المقيد، لكن بعض العلماء حمل وعبر ذلك برواية عن ابن عمر أنه قال في التيمم قال يكفيك ضرب هكذا، ضرب بيده لوجهه ومسح بوجهه ومسح بيده إلى المنبر. وهذا مرجوح ليس رواية، ليس هذا مجال التفصيل، لكن الغرض المقصود بأن حمل المطلق على المقيد وإن قال به بعض العلماء
الصحيح الراجح أنه لا يحمل فيه المطلق على المقيد. الحالة الرابعة والأخيرة أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب، يتفق في الحكم ويختلف في السبب. قال الله تعالى: والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتمسك، هذا مقيد بقيد. ما هو القيد؟ ها، بعدم المسك. طيب نأخذ الآية الأخرى، قال الله تعالى: وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة، وهذا مطلق. عرفتم نومكم أين؟ إذا أنتم كنتم نائمين. مختلفين في القيد، هل هو من قبل أن يتمسك ولا أمر آخر؟ صحيح ولا لا؟ الآن الآية المقيدة إخوة أفضل قال: فتحرير رقبة مؤمنة، فقيدها الوصف وهو الإيمان، يعني ثمرة ذلك لا يجزئ أن يعتق رقبة غير مؤمنة. فهل يحمل المطلق عن قيد أم لا؟ الأول قال: فتحرير رقبة مؤمنة مقيدة بوصف الإيمان. الأولى قال: فتحرير رقبة. طيب الحكم تحرير رقبة، السبب في الأولى لا الأولى، الحكم تحرير رقبة، السبب في الظهار، الحكم في الآية الثانية ها تحرير رقبة أيضا، السبب في الحكم والسبب قتل الخطأ. فهل يحمل المطلق عن مقيد أم لا؟ الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة يرون بحمل المطلق على المقيد، والأحناف يرون عدم الحمل. وحجتهم في ذلك أن هذا تبيين وهذا توقيع من الشرع لابد أن نأخذه، يكون المطلق في مجاله والمقيد في مجاله. أما الجمهور يرون من وجهة النظر أن القرآن كله ككلمة واحدة، وطالما اتفق في الحكم يبقى إذا لابد أن يحمل الأول على الثاني، لأن الثاني يكون قد بين لنا مراد الآية الأولى، فكأن الثاني مفسر لمجمل الأول، فلابد من حمله عليه، لأن الله جل وعلا يقول: فتحرير رقبة. سكت عن التقييد، لا نقول قيد ولا ما قيد، سكت عن التقييد. ثم جاء في الآية الأخرى بين لنا الرقبة التي أطلقتها في هذه الآية مقيدة بوصف آخر وهو الرقبة المؤمنة، بل ومقاصد الشريعة تعضد كلام الفقهاء بذلك، بل تؤجله، لأن مقاصد الشريعة لأن الله يحب المسلم. أما الكافر فإن الكافر رق كان له جزاء وفاقا، لأنه هرب من رق الرحمن، فلا بد أن ينزل برق الشيطان ويذل ويهان، لأنه لم يقل نفسه بالإيمان بالله جل في علاه. فالصحيح الرارح أن المطلق هنا يحمل على المقيد، ويكون اعتراف الرقبة المؤمنة شرط في الإجزاء. فمن ظاهر وقال لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وجوبا لابد أن يعتق رقبة مؤمنة، وإلا لا يجزئه، ولو أعتق رقبة كافرة لا يجزئه. وأيضا قد الخطأ النص فيها رقبة مؤمنة. هذا الخلاف أو هذا الخلاف بين الفقهاء أثر عليه في المسائل الفقهية. من هذه المسائل التي كانت تدور وتحليل النزاع فيها هو حمل المطلق على المقيد، مسألة تقييد الرضاع المحرم. الرضاع المحرم، هل رضع واحدة أم رضعتان أم ثلاث أم أربع أم خمس؟ تحليل النزاع في الخلاف بين الفقهاء سببه حمل المطلق على المقيد كما سأوصل بذلك. اختلف العلماء في مسألة الرضاع المحرم على أقوال ثلاثة. القول الأول هو قول الأحناف الذين يقولون بحمل المطلق على المقيد إذا اتفق الحكم واختلف الثلاثة. هؤلاء الذين قالوا بذلك نايمين ولا مش نايمين؟ الأحناف قالوا بحمل المطلق على المقيد. طيب أنا قلت الأحناف قالوا ذلك، ترجعوا شيء تشبوه؟ طيب تبدين ليه؟ طيب ما أنا أريد الأقل، إذا هضم المسألة ما يسيبنيش أعديها لما أقول هضمت عشان هسأله لازم أوقعه لازم أوقعه. إذا الأحناف الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد قالوا نصف رضع، رضعة واحدة تحرم. قلنا ما الدليل؟ قالوا إطلاق قول الله تعالى، قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم. الآية قال فيها أمهاتكم اللاتي أرضعنكم خمس رضعات مرضعات، صح؟ خطأ. الآية ما قالت ذلك، قالت أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فأطلق الرضاع، وأقل شيء يطلق عليه اسم الرضاع يحرم، وأقل شيء هو رضعة واحدة حتى لو مشبعة حتى لو غير مشبعة. فهنا الأحناف الذين لا يقولون بحمل المطلق على المقيد قالوا لأن الرضاع المحرم رضعة واحدة. لما؟ لإطلاق
قول الله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم أيضا وحديث عائشة رضي الله عنها الرضاعة الصحيحة يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب يحرم من الرضاع هذا مطلق ولا مقيد بوقت أو مقيد بعدد مطلق يحرم من الرضاع أقل شيء يسمى رضاع فإنه يحرم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فقالوا هذا مطلق أيضا ونحن نؤمن المطلق على إطلاقه لو امرأة أرضعت طفلا رضعة واحدة أصبح ابنا لها من الرضاعة وكل بناتها أخوات له فلا يجوز أن يتزوج منهن أحدا هذا كلام الأحناف رياء أهل الحمل الذين يحملون المطلق المقيد قالوا لا لا نقبل بذلك قال ابن المنذر وأبو ثور وأيضا داود الظاهري قالوا الذي يحرم الرضاع ثلاث رضعات قلنا ثلاث رضعات لما من أين أتيتم بهذه الثلاث قالوا من السنة قلنا لهم ماذا فعلتم في إطلاق أو أن السنة يحرم من الرضاع قالوا هذا المطلق نحمله على المقيد قلنا بل هذا الدليل فقالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسطة ولا المسطتان وفي رواية قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان وأيضا رجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان مسلم قال أرضعت هذه امرأة رضعة فأحلها له النبي حرم عليه على ما أذكر من الحديث لكن الذي هو عمدة في الباب قول صلى الله عليه وسلم لا تحرم المسطة ولا المسطتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان قلنا له طب كيف أحملت المطلق على المقيد من وين أتيت بالثلاث رضعات فكيف يجيب إذا أشكلنا على هذا القائل وهو يقول لا تحرم المسطة ولا المسطتان تحرم الثلاث من وين من وين أتى بهذا الكلام وجه الدلالة من هذا الحديث لا تحرم المسطة ولا المسطتان الثاني مفهوم المقيد إيه اسم مفهوم ايه ده مفهوم الصفة ولا الغاية مفهوم الصفة ليش تنام معي ما تنام عمله رمسة مصطة مصطين ده مفهوم ايه مفهوم العدد يبقى الواحدة لا تحرم الثانية لا تحرم اذا المفهوم فوق الثانية تحرم وهي الثلاث قالوا فوق الثانية هي الثلاث فتحرم الثلاث رضاعة وهذا قول كما قلت الظاهرية وقول ابن المنذر وقول ابي ثور من الشافعي جمهور اهل العلم وهذا ايضا من حمل المطلق على المقيد وجمهور اهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة قالوا نحن نقول بحمل المطلق على المقيد ولا نقول بان اقل الرضاع يحرم بل لابد من خمس رضعات مش بعاد قلنا اين المقيد الذي قيد اطلاق القران قالوا حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما رفعت المسلم قالت كان فيما نزل من القران عشر رضعات مشبعات يحرمه ثم نسقنا الى خمس رضعات مشبعات يحرمه وكان فيما يقرا عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم يعني بقيت حتى مات المسلم فلم تنسخ يعني بقيت على الخمس فلم تنسخ فعندنا عشر رضعات يحرمه ثم نسخت الى الخمس رضعات قالت وكانت تقرأ وكانت تقرأ عند موت المسلم او مات المسلم وهي فيما يقرأ من القرآن هذا الكلام مشكل وانا اريد الاجابة عنه واحد يطلع المصحف ويأتيني هذه الآية التي تقول وخمس رضعات مشبعات يحرمن او لو قلت مفيش يبقى لازم ترد على عائشة هنا وترد الحديث برمته عائشة رضي الله عنها تقول وكان فيما يقرأ بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات مشبعات يقرأ من القرآن وكان من القرآن ما يقرأ خمس رضعات مشبعات يحرمه حاجة مثلين يترد الحديث على عائشة فطب. نعم الشيخ أنت الآن فتحت الباب سيبهم بقى يجاوبوا كده فتحت لهم الباب لأن هم درسوا فلو الدارة هل بيذاكروا ولا ما بيذاكروش كده فتحت لهم الباب حضرتك على مصراعيهم جزاك الله خير إما أن نرد على عائشة حديثها وإما نأخذ بهذا القول فيفتح لنا الباب ها احسن يبقى انا عرفت النص ايه تلاوه الله حكم تعطوني بانواع في القران ده هو اللي فتح الباب ما هو فتح لكم الباب عشان تقطوا بقى بانواعها انا معاك نسخ الحكم دون التلاوه اتني بمثل ايوه خمس رضعات اسبوعات هذا نسخ ايش تلاوه لا حكما نعم والشيخ والشيخه ايضا نسخه تلاوة لا حكما نسخة حكما لا تلاوة وصية هي تحول غيره نسخة بقول الله تعالى أربعة أشهر وعشر طيب نعم ها مثل ما نحن فيه عشرة بعض الساعات نسخة حكما وتلاوة الرابعة بقيت حكما وتلاوة
الآيات اللي احنا فيها. صحيح هذه أربع أنواع. الغرض المقصود هنا تكون قول عائشة تقول قول عائشة وكان يقرأ من القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم على أنها نزلت تلاوة الله، يعني بقي الحكم في كتاب الله. طب هو فين الحكم في كتاب الله؟ إيه العجيب ده؟ عجب كلام هذا الفقهاء، كلامهم عجب. وين الحكم في كتاب الله الشمس والقمر والنجوم؟ الآن أنا أقول نسخت تلاوة بقيت حكما في كتاب الله. طب فين يعني حكمها في كتاب الله موجود لكن تلاوتها مش موجود؟ طب فين حكمها؟ أين أنت يا ابن الثروت؟ فين حكمها؟ رحمة الله ورضي الله عن ابن الثروت لسه ما جاتش؟ ها استنى. وما أتاكم رسول فخذوه ولا تنهوا عنه فانتهوا. طب ما لم تشعروا بما نهى الآية؟ لما جاءت المرأة له قال يا فرحتين لو يأتي أن لعن الله ما نكرم فمس. قال ما وجدت في كتاب الله؟ قال أنا وجدت قولك على وما أتاكم رسول فخذوه ولا تنهوا عنه فانتهوا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على الله ما نكرم ونفس الأمر ما أتاكم الرسول فخذوه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس ربعات في الحرمين. فهذه دلالة واضحة جدا على أن الخمس ربعات محرم وغير الخمس ربعات لا تحرم. هذا من الحديث عليه. الحديث الثاني تأكيدا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم المولى حذيفة كان كبيرا ودخل وكان يدخل قبل الحجاب على امرأة الثانية. فلما نزل الحجاب فمع عروان الثانية فذهبت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها من سلم أرضعين خمس ربعات. هنا يحدد النبي صلى الله عليه وسلم دلالة فعلية وقولية من سلم أن أفضل خمس ربعات لا تحدد. قال أرضعين خمس ربعات يحرم عليه. وجه دلالة من هذا الحديث وجه دلالة وهذا وجه دلالة من هذا الحديث لثالث أرضعين خمس ربعات يحرم عليه. اتركوا وجه الثلاثة حتى عند الترجيح. الترجيح نفس هذا الحديث من وجهين تذكروا. إذا الأقوال ثلاثة عدم حمل النطق عن القيد. فقال الأحناف أقل الرضاع محرم. قال ابن المنذر وقال أبو زوج قال الرضاع ثلاثة ربعات محرم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم الناجة ولا النجدان ورواية المنطقة ولا المنطقة. الرواية الصحيح لذلك أن خمس ربعات بعد هي التي تحرم فقط أقل من ذلك هذا المحرم. أما بالنسبة للأحناف قلنا لهم هذا مطلق وهذا مقيد واتفق في الحكم واختلف في السبب ولا اتفق في السبب. تريد وحدود اختلف في السبب ولا اتفق؟ صحيح الراجح انهما اتفقا من حكم السبب. ولا بد ان نرد على احنا في هذا نقول تقولون بقولنا لان الحكم التحريم والسبب الرضاع. فالرضاع محرم والحكم التحريم والسبب رضاع. فما الرضاع فيحرم. لكن هم قالوا اما الاولى فبينت الاسلام واما الثانيه بينت التقييد وقلنا نعمل بالاثنين بالمطلق وبالمقيد. قلنا رددتم على انفسكم لما قلنا لكم بتحرير الرغبه المؤمنه قلتم تتشقون على الناس وتقولون لا بد من رغبه مؤمنه فهو عنده رغبه كافره لما لا تجزئون ضيقتم على الناس. قلنا وانتم الان قد ضيقتم على الناس لو ضفت ربعه ربعه واحده حرمتم عليه كل البنات هذه المراه فوقعتم فيما احتجتم به. فنقول لا بد من ضابط وميزان عادل ناخذ به وهو اتفاق الحكم والسبب. لابد ان نحمل المطلق على المقيد. وهنا الحكم التحريم والسبب الرضاع والرضاع مقيد بالخمس رضعات فلابد من حمل المطلق الذي هو مطلق الرضاع على التقييد بالعدد. طب اذا قلنا بذلك ياتي لنا الاخرون فيقولون قلنا بقولكم بحمل المطلق على المقيد لكن نحن نقول اقل التقييد هو ايش؟ ثلاث رضعات. فكيف نرد عليهم؟ اولا أنتم الآن تعتقدون أن الحق والصحيح الراجح خمس ربعات مشبعات يحرمنا وأقل من ذلك لا يحرمنا تعتقدون هذا؟ إذا ردوا على من قال بأن الناجة والناجتان لا تحرم لكن الثلاث تحرم. الحديث الأولاني ما في الحديث الثاني لأن الناس من البعض ليه الممكن الجمع؟ أحسن أولا احتجاجكم بالمنظور نقول وغلقنا ونحن احتجاجنا بالمنظور وعند التعارض يقدر المنطوق على المفهوم لأن المنطوق أقوى في الدلالة والمفهوم يحتمل احتمالات فيكون المفهوم القدم على المفهوم الثاني أو الثاني. نقول أن المفهوم عندكم نوع أصلا الإملاج والإملاجتان
لا تحرم، فإذا الثلاثة أو الأربعة أو الخمس احتملت هذه، نقول موافقة حديث عائشة لابد أن يحرم إلا الخمس. طالبا ما الدليل الذي يثبت ذلك؟ قلنا الدليل قول النبي لسالم 40 5/4، ولو كان أقل لإيه؟ لبيان لما؟ لأمرين اثنين، الأمر الأول إن ده وقت تبين وتأخير بين خمس حاجة لا يجوز، والأمر الثاني إن ده أيسر على مين؟ على المرأة، لا سيما وهي كبيرة في السن، المرأة كبيرة في السن فهتعصر نفسها، يعني ثديها ممكن ما تفضل حتى تأتي بالرضاعة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، أما كيفية الرضاعة ممكن تكون بالضرورة، وإن قلنا بأنها كجبة الثدي ورضع منه هذه الدواء تبيح المحظورات، صحيح الراجح أن هي تكون 4 2 بالضرورة، فرغت الرضاعات بالضرورة وشرب هو هذه الرضاعات الخمس. فلو كان ثلاث لا يكثر أن تسلم عليها حتى لا تتعب في تعصر ذديها فتأتي بالخمس رضعات المدعاة. فنقول قول سلم خمس رضعات تحديد وتأكيد على أن التحريم لا يكون إلا في الخمس رضعات. هذه المسألة الأولى. قلنا ما قلنا فيها شيء؟ ما هي بقى المسألة الكبير دي؟ خلينا طيب بعد الدرس أفصل فيها، حاضر، لأنها ما تخصش مسألتنا. فالرضاع الكبير بعد أخلص الدرس وهقف. طيب المسألة الثانية، مسألة اشتراك المال في تحرير الرقبة، لقول الله تعالى: وإنا ظلمنا منكم من ثاني ثم يعودون للمقام تحرير الرقبة من قبل أو زمان ويكون فقط. فقال الأحناف: نأخذ بهذا الوقت المطلق، فالمظاهر لو أعتق رقبة كثيرة أو رقبة مؤمنة صح، ولو أن جامع رقبة. والجمهور قال: لا، عندنا آية أخرى مفسرة لنا. ما هي؟ قال الله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: الحكم واحد، تحرير الرقبة هنا وهنا، فإذا اتفق في الحكم وإن كان السبب مختلف، الأول مراد والثاني القتل، فإن نحمل المطلق على المخير. فنقول بأن الذي يراه المرأة يقول لها مثلا: أنت علي الظهر مؤمن، أو يقول لها: أنت حرام علي يقصد الظهار، أو يقول: أنت جزء من فرقي ومعرفتي، فإن قال لها ذلك فلا يجوز له أن يجامعها حتى يعتق رقبة مؤمنة، فإن أعتق رقبة كافرة فلا يجوزه، فعليه أن يعتق رقبة أخرى ويوصف الإيمان، يعتق رقبة مؤمنة، يحمل مطلق الفرق. وهذا الخلاف بين الجمهور وبين الأحناف أصله الخلاف في مسألة حمل المطلق على المخير. الأحناف يقولون في إطلاق، الدليل الأول يقولون: الظهار تنتوي فيه الرقبة المؤمنة والكافرة توسيعها، والآخرون يقولون لابد من رقبة مؤمنة. ثم جاء الفاصل من حديث الإنسان الذي يعد قول الجمهور أن النبي صلى الله لما جاء معاوية بن حجر السلمي وقد جارية له، فقال: يا رسول الله أعتقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي بها. فجاءت فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. هذا حديث يعض قول الجمهور، لكن كيف ذلك؟ ما وجه الدلالة من هذا الحديث الذي يعض قول الجمهور؟ نعم. طيب كيف يعض قول الجمهور؟ وكيف يعض قول الجمهور؟ تتناقض ما هو ده صحيح. نعم انا اقول ذلك، بس الان المساله خلافيه فيه، فحمل المطلق على المقيد باختلاف الدرجه صح. طبيب المساله بقى يعضل هذا الحديث، ما هو؟ انا اقول وانتم صوبوني او خسروني، لا يعضل قول الجمهور، لان الاسلام لم يستسلم من السفر. هو الاول راى انها مؤمنه ولم يقل له: هل قتلت قطعا فتعتقها لانها مؤمنه، او ظاهرت فتعتقها، او لم تظاهر؟ يعني لم يسال عن السفر. والقاعده عند العلماء ترك الاستفسار في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. تضحك عشان عارف انها تلبشت عنك. ترك الاستفسار يعني ايه؟ لم يستفسر النبي، ما قال له: يا معاويه، لما تريد ان تعتق هذه الجاريه؟ هل انت قتلت قطعا فتعتقها؟ هل انت ظاهرت من امرأتك فتعتقها؟ هل جامعت امرأتك في نهار رمضان فتعتقها؟ مش كل دي اسباب للعتق ولا لا؟ ولا انتوا مش عارفين كده؟ صح، دي اسباب للعتق صح. فلم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يستفسر
والقاعدة عند العلماء ترك الاستئصال في مقام الاحتمال. ايه هو الاحتمال؟ يحتمل ان معاوية بيعتقها من اجل الزهار، ويحتمل ان هو بيعتقها من اجل ها القاتل الخطر، يحتمل ان يعتقها من اجل انه جمع امرأة في نهار رمضان، صح؟ كل دي احتمالات. لما يتألم النبي صلى الله عليه وسلم وربط العتق بالإيمان علمنا ان ايش؟ ان الكل زواتية، كل الأسباب دي زواتية، لكن شرط العتق ان هو يكون إيمان بقوله يعتقها فإنها مؤمنة. يعني هذا مناط الحكم، أن تكون مؤمنة فتجزئك في عتقك، إن اعتقت مؤمنة أجزئك، وإن غير مؤمنة فلا تجزئك. مفهوم ولا مش مفهوم؟ يكفي لكم هذه المسائل، لأن كده الدماغ مع القواعد دي حدود. أنا هنزل على كلام الشيخ الكريم الفاضل، مسألة رضاعة كبيرة، هل يحرم ولا ما يحرم؟ هذه المسألة اختلف فيها العلماء على ثلاث أقوال. القول الأول قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والأحناف على أنه لا يجزئ، لا يجزئ رضاعة كبيرة. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنشد العظم وأنبت اللحم، هذا الذي يحرم فقط. وقال: انما الرضاع من المجاعه، وهذه ايضا لا تكون الا في الحولين. وقال: الرضاع في الحولين. وكل دي ادله صريحه على ان الرضاع لا يحرم الا بكم طفل رضيع ما بلغ الحولين. القول الثاني قول الظاهريه على ما اعتقد الان، انهم قالوا الرضاع الكبير يحرم على الاطلاق، على الاطلاق، وده قول الظاهريه. قول الثالث التفصيل هو قول سورة التنزانية، رجع على سورة التنزانية، هذا القول قال: هي واقعة عين لا تعمم. يعني ايه؟ طبعا الظاهرية لهم حديث ظاهر جدا في الدلالة، وحديث من؟ ثالث. وهذا الحديث خلي بالك مين اللي بياخد فيه غير الظاهرية؟ عائشة. عائشة بتاخد بهذا الحديث على الإطلاق، ولذلك كانت إذا أرادت أحد يدخل عليها أسألها تجعل أخت من أخواتها ترضع هذا الرجل فيرضع، مش هي اللي كانت ترضع، تجعل اخت من اخواتها يرضعنا، لان هي اصلا ما خلفتش، ما كانش هو لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما كان في لبن ثابت في ثديها، ده احتمال، ها؟ ممكن يكون فيه، ممكن من اخواتها، لان طالما لها اخت والاخت مخلفه اكيد بترضع، فبتجعلها هي ترضع الرجل. فكانت عائشه تاخذ القول بالاطلاق، تقول الكبير اذا رضع خمس رضعات يحرم. لما؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس رضعات، وايضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم انه حذيفه قال امراه حذيفه ارضعيه يحرم عليه. والقول الثالث كما قلت قول التفصيل والشيخ الثانية يرى ان هذه الواقعة واقعة ثالث واقعة عين، اذ الاصل العام لا يمكن الرضاع ان يحرم الا ان يكون فين؟ من المجاعة في الحولين. ليه؟ لان ده تفصيل عام اصله النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث كلها تعدد هذا، فقال ده تفصيل عام. اي استثناء هنا اذا استثنينا شيء فهذا الاستثناء لا يعمم. وهذا مثل اخر اعطيه الكريم، لان هو طلب مثل اخر في مساله ما خرج عن قياس تغير عليه لا ينقاد. فنقول هو قال هذه حاله سالم، الجمهور قالوا هي حاله خاصه سالم فقط، من سلم تصرف سالم ولا تتعدى غيره. وكلام شيخ الاسلام تمام، هذا الذي اتبناه وهذا الذي اراه راجحا، ان حاله سالم هي حاله خاصه ليست في سالم في نفس الحاله، يعني هي واقعه عين. الذي حال من حال سالم يفعل ما فعل سالم، بمعنى لو وجد رجل كبير الان، هذا رجل كبير ولد مات عنده خمس سنوات، خلاص بلغ المبنى خمس سنوات، وهذا الولد مات ابوه ومات امه ولا احد له، ويعني عمه يريد ان هو يربيه مع اولاده، لان كافر اليتيم مع نفسه كهفين، وكفاله اليتيم ما تحسبهاش، عشان في ناس تحسب ان كفاله اليتيم انك تدفع 10 جنيهات كل شهر يبقى كفاله اليتيم، لا، ليس كفالة اليتيم هذا ضرب سهل، لكن كفالة اليتيم أن يكون منك بمنزلة الولد، يعني يعيش في بيتك، يأكل من أكلك، ويشرب من شرابك، يعيش معك ومع أهلك ومع أولادك، لما تحت على رأس ابنك لما تحت عليه لأنه ابنك، لأنه يكون ابن لك أيضا، فصحيح كفالة اليتيم أن يربى في بيتك، فأراد هذا العم أن يأكله، فإذا أخذه عنده بنات طبعا سيشرب عليه امرأة، جاء المستقبل، وتشرب عليه بنات فماذا يفعل؟ وقع الحرج، فإن وقع الحرج فنقول حال كلام من حال من؟ سالم، فأرضعيه خمس ربعات يحرم عليه، فترجعه خمس ربعات ويحرم عليه، لكن على الإطلاق تجيب ولد عنده خمس سنين وترضعه وتقول هذا محرم؟ لا، لا يجوز ولا يجزي، لا يجزي إلا من كان في حالة سالم، لأن ما خرج عن القياس فغير عليه لا ينقاد، لكن هذه دي تقييد أشد، لكن القاعدة التي نحن فيها وقائع الأعيان لا تعمم
ولكن يقاس عليها من الظهر. وقائع الأعيان لا تعمم ولكن يقاس عليها من الظهر. يعني إيش؟ حال الثالث كانت منتشرة في المدينة وقعت عين في ثالث فقط. فنقول وقائع الأعيان لا تعمم، مش كل الأولاد ممكن يضاعوا فيحرموا، لكن يقاس عليها مثلها في حالتها. يعني رجل يدخل على امرأة كثيرا فيوقع الحرج على المرأة دي لما نزل الحجاب وهي مستقبلة، يوقع الحرج عليها. ماذا تفعل؟ نقول أرضعي يحرم على دي وأبنك من الرضاعة. فإذا كان ابنك من الرضاعة يدخل ويأخذ عليه ما يتفضل رأسك ولا فيها شيء. فحضر الرضاعة الكبير القول الفضل فيه أنها واقعة عين لا تعمم، لكن يقاس عليها مثلها. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.